معلومات جديدة منعشة نتحدث فيها حول حلول لمشاكل وأزمات متجذرة، لكن كيف تبدو هذه الطرق والآليات في هذه الحلول، وماذا عن المسمى الحقيقي لمثل هذا النوع من الاستشارات؟ الدكتورة ناريمان أسعد، المديرة الأكاديمية والتنفيذية لشركة البركة جلوبال، تنضم إلينا عبر الخط الهاتفي من الكويت. أسعد الله صباحك بكل الخير. صباح الخير، يسعد صباحكم أجمعين. أهلا وسهلا، وإحنا سعداء بوجودك وانضمامك وإيانا عبر أثيرنا وشاشتنا دكتورة ناريمان. ونود أن نتعرف بنبذة سريعة حول الدكتورة ناريمان وماهية وطبيعة التخصص الذي بالتأكيد كنت سلكتيه في مشوار حياتك، وتفيدين الآخرين بهذه المعرفة. صباح الخير أول شيء للجميع، أتمنى يومكم يكون سعيد ومبارك ومليء بالإنجاز ومليء بالخير والسلام. بالنسبة للمسيرة تبعتي فهي تقريبا طويلة نوعا ما، بس بقدر يعني اختصرها في عدة أشياء. أحدها أنه أنا عندي أكثر من 30 سنة خبرة في بنية العقل، بنية النفس البشرية، ومتخصصة بالعلوم الإنسانية، كاتبة ومترجمة، ورائدة في منهجية خاصة بدراسة السياقات والأنظمة اللي بتأثر وتتأثر على تؤثر بالإنسان وتتأثر بالإنسان، سواء كان شخصية أو سواء كان عائلية أو سواء كان من البيئة. عندي تقريبا 8 مؤلفات ما بين أنا كتبتها أو ترجمتها من اللغة الإنجليزية، وفي عندي منظومة متكاملة ببحث فيها في أصول وجذور المشكلات وطرق عملية ومباشرة للحل تبعها. دراستي طبعا كانت في سواء كان بالبكالوريوس أو الدكتوراه من الجامعة الأردنية، نعم، والماجستير من جامعة الكويت، يعني ويعني العمل مخصص لخدمة يعني الناس بشكل عام. ومسيرة طويلة ما شاء الله من العلم والعطاء، ونتمنى الديمومة لها دكتورة ناريمان. لكن إذا أردنا أن نتحدث عن ماهية هذه الطريقة في علاج، أو لنقل ليس علاج، في الاستشارات المقدمة للكثير من المشاكل والأزمات المتجذرة والمتنوعة، ضعينا أكثر في تفاصيل هذا الأسلوب وهذا النمط في حل المشاكل. الأسلوب بدأ في من البعد الاجتماعي والنفسي. وجدنا أنه أحيانا في بعض المشكلات، مثلا خلينا نحكي على سبيل المثال فرضا مشكلة عائلية، وجدنا أنه في بعض المشكلات العائلية في سلوك معين تكرر. تكرر هذا السلوك مرات أحيانا بيكون في جيل، ومرات أحيانا في جيلين، ومرات أحيانا في أكثر من جيل. فإحنا بناخذ هذا السلوك وبنبدأ نشوف الأحداث اللي أدت إلى وجود هذا السلوك. نعم. وبعدين بنصير بنشوف السلوك هذا، هل هو سلوك فردي ولا هل هو سلوك ينسخ سلوك الأم والأب، أو هل سلوك هذا مثلا ينسخ سلوك مثلا الأجداد أو غيره مستمر يعني. وفي عدة طرق طبعا، من ضمنها مقابلة الفردية مع الشخص، بناخذ منه هاي المعلومات وبنساعده يعمل شيء اسمه جينيجرام او شجره الاحداث في العائله، وبعدين بتم المقاربه او بتم الوصول لهاي الجذور من خلال زي ما حكيت الجينيجرام، رسم شجره العائله معه، مساعدته بتذكر بعض الاحداث اللي ممكن تكون مؤثره في وجود بعض السلوك او الظواهر او الاعراض او الامراض او غيرها. بنشتغل مثلا بعض مع احيانا مع المجسمات، مرات بنشتغل مع التكنولوجيا، مرات بنعمل عمل جماعات لو كان فردي، مرات عن طريق المجموعه بيكون عن طريق التمثيل الحر والتعبير عن المشاعر، وكلياتها اساليب واليات علشان نساعده يوصل لما بعد هذا العرض، يعني لما بعد هذا السلوك. لانه اغلب الناس بتيجي مثلا خلينا نحكي ناس مثلا بيحكي انا عصبي، لا هو بفكر انه المشكله تبعته العصبيه،
فعليا هي المشكلة مش العصبية، فعليا المشكلة حدث أو شعور ثاني صار وأدى إلى وجود هذا السلوك العصبي. نعم. على سبيل المثال حدا عنده مثلا رهاب مثلا، هو مش مشكلته الرهاب، هو المشكلة تبعته حدث أو مجموعة من الأحداث عزز وحفز، صحيح، أدت إلى وجود سلوك حماية موجودة، زي أنه أنا لا ما بدي أطلع من برا بيت، بدي أضل موجود، هاي كلها سلوك من سلوكيات الحماية. بسبب صدمة، بسبب حدث جلل، بسبب يعني أشياء صارت معها، ولكن تكون تراكمية دكتورة ناريمان، بمعنى طبعا. يعني اللافت في بداية حديثك حول مثل هذه الأزمات أن كما لدينا سجل طبي يجب أن نعود إلى شجرة العائلة ونبحث في الأسباب والمسببات التي أدت إلى ظهور مثل هذه المشكلة أو الشعور أو أيا كان تعرف لدى هذا الشخص، ولنعلم علم اليقين أنه ليس وليد اللحظة. لا طبعا ما في مشاعر وليدة اللحظة، لأنه المشاعر عادة هاي بتكون ثانوية زي ما أنا ذكرت، وبتكون مبنية على تاريخ. التاريخ هذا بتسلسل، هذا التاريخ بصير في عنا السلوك، والسلوك يمتد إلى سلوك آخر ويمتد إلى سلوك آخر. نفس هذا السلوك اللي بيكون موجود عندي أنا نفسه بينسخ الطفل تبعي. يعني مثلا لو أم مثلا حزينة أو مكتئبة أو غاضبة، ابنها أو طفلها بنسخ هذا السلوك. نفس الشيء النسخ بالنسبة للأب، لأنه دائما الأبناء عندهم ولا لا الآباء والأمهات. فهاي التراكمية مش بس تراكمية شخصية، لا تراكمية عائلية وتراكمية نظامية. يعني ليش منطلب مثلا شجرة الأحداث في العائلة؟ لأنه نفس الحدث نفس السلوك قد يمتد لي يعني تتشاركه كمان أجيال لاحقة أو أجيال. صحيح، أحسنت. طب دكتورة ناريمان، بحديثك عن مثل هذه المشاكل ومن خلال التجارب العديدة في مختلف الدول، وكذلك التعامل مع عدة أنواع من هذه التجارب، بمعنى هنالك المشاكل الفردية، هنالك المؤسساتية، هنالك العائلية، إن أمكن أن تعطينا مثالا حول مثل هذه التجارب. يعني نحكي على سبيل المثال اضطرابات، بعض اضطرابات الجهاز الهضمي مثلا، الافراط والشراهة بالاكل مثلا، في سلوك مثلا بياكل 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 واحد وبعدين يعني بيقذف هذا الاكل. هذا السلوك وجدنا من خلال كثير من الجلسات على مستوى العالم كلياته انه يرتبط ب علاقة هاي مثلا البنت أو الولد اللي بيمارس هذا السلوك مع الأب. ففي اضطراب في نوع العلاقة الأبوية ما بين الأب وما بين على سبيل المثال البنت، أدى إلى أنه هاي البنت مثلا تعمل سلوك قهري خاص في التغذية، ونفس الإشي في حالة الامتناع عن الطعام كمان بيكون بسبب احنا العرض عندنا الامتناع او الافراط في الطعام، ولكن الجذر العلاقة بين الاب وما بين مثلا البنت. فهي بصير الربط من خلال دراسة العديد من الحالات اللي بتيجي، وبنبدأ نشوف كمان نفس الاشي، نعمل مقابلة شخصية، نرسم الجينجرام، نسأل عن العلاقة ما بين الاب والبنت مثلا، وبعدين نبدأ تسجيل ملاحظات، ومن ثم العمل على مساعدة هذا الشخص. فوجدنا من على مستوى العالم كلياته، مش بس يعني في الدول العربية، إنه اضطرابات الجهاز الهضمي في التغذية واضطرابات الأكل ترتبط بالعلاقة ما بين مع الأم أو مع الأب. على سبيل المثال يعني هي أحد الأمثلة. في بعض الحالات مثلا، بعض الحالات مثلا بيجي بيقول لك انا بعاني مثلا من عدم التركيز مثلا. نعم. هو المشكله تبعته مثلا عدم التركيز، الاصل فيها صدمه ادت الى الم داخلي شديد. صار الواحد هو نفسه صار في ديناميكيه داخليه
أو استراتيجية نفسية داخلية إنه أنا بدي أنسى عشان ما أتذكر هذا الألم. نعم. فبيصير فيه زي كأنه أنا بحوش هذا الألم في مكان أو آخر. هذا الألم لما يتحوش بطلع عندي عرض زي مثلاً النسيان أو عدم التركيز أو التشتت أو غيره. وهنا طبعاً اضطرابات فيها أعراض. نعم. كثيرة. نشير إلى أن يعني الأهمية في هذه الطريقة التي تستخدم من خلالك دكتورة نريمان هي العودة إلى الجذر، العودة إلى الأساس الذي بني عليه لينتج لدينا عرض معين لمرض قد نظن أنه عضوي فقط لا غير، بينما إذا أردنا أن نعود إلى الوراء ونبحث في السجل الحياتي من المواقف يتبين أن بالفعل كان قد مر هذا الإنسان بموقف ما، بذكرى ما سببت له مثل هذه الأعراض. هل بالعادة تتشاركون مع مثلا الجهات الخاصة الطبية، بمعنى يعني يكون هنالك توازن تشارك بينكم بين أطباء أنه صحيح أنا سأستخدم هذا الأسلوب في العلاج ولكن بنفس الوقت أو في الاستشارة، ولكن بنفس الوقت يجب أن تزور الطبيب ذو التخصص الفلاني، هل تحصل معكم في بعض الحالات؟ طبعا لأنه مثلا لنفرض أنه الموضوع مرض أو عرض طبي صحي، هاي العرض قائم على 3 أركان أساسية. الركن الأساسي اللايف ستايل أو أسلوب الحياة تبع الشخص، 2 البعد النفسي للعرض نفسه، 3 ضرورة استشارة الطبيب لأنه قد يحتاج علاج، مش بس علاج يعني جسدي، قد يحتاج مثلا علاج يعني حبوب مثلا إذا حدا كان يعني إشي نفسي. فإذا كان مثلا حدا متعرض لصدمة كبيرة أدت إلى عرض، فدائما بطلب من الناس إنه لو كان في عندهم أي نوع من العلاجات مفروض إنه يزور طبيبه، مفروض إنه يعمل تحاليله، مفروض إنه يلتزم بالبروتوكول اللي يعني اللي يمشي عليه، بالإضافة إلى أسلوب حياة يعني أكثر صحة وعناية ورعاية للذات، بالإضافة إلى هذا النوع من الجلسات. هلا يعني بأوروبا صراحة الأطباء هم بحيلوا بعض الحالات اللي بيشتغلوا نفس الطريقة تبعتي، الميسرين في هاي الطريقة، بس إحنا لأنه الموضوع لسه مبتكر وجديد في الوطن العربي فلسه ما عملنا يعني لسه ما في هذا التواصل. إلا أنا بحيل على بعض الـ يعني المعارف تبعوني وبحكي لهم لازم تروحوا تعملوا تحاليل، لازم تروحوا هون هون المكان كويس، هون المكان كويس، فيعني هاي اجتهاد شخصي مني. ولكن الكويس في الموضوع إنه إحنا إنه في عندي بعض الطلاب أو الطالبات اللي أصلاً جايين من ذات تخصصات طبية، فلما يكون في اصلا طبيب او طبيبه او طبيب نفسي او طبيبه نفسيه اخذوا هاي الطريقه كاداه مساعده بالنسبه لهم، فهذا رح يكون جدا ممتاز للمرضى او للحالات اللي بتكون موجوده عندهم. اجمالا نحن نامل ان شاء الله في القريب العاجل ان تكوني حاضره هنا في فلسطين وفي التعامل مع والاستفاده بالتاكيد من هذه الخبرات ومن هذه الطرق الحديثه، وربما هي قديمه حديثه ولكن بتطور متواصل وباحداث نقلات نوعيه في هذا النوع من الحل للمشاكل من خلال إعادة تجسيد الحدث، وكذلك الحال جلسات غير تقليدية تستخدم من أجل هذه المشاكل والأزمات المتجذرة. حديثنا إن شاء الله يستمر في لقاءات قادمة. دكتورة نريمان أسعد المديرة الأكاديمية والتنفيذية لشركة البركة جلوبال، أشكرك جزيل الشكر ومسميات مختلفة بالتأكيد. نواصل مع حضراتكم في مشوارنا وضمن كذلك صباحتنا، لا تنسوا الإجابة على سؤال التفاعل. السؤال بيقول شو أغرب اسم مسميه على جوالك، شاركونا برسائلكم. يسعد صباحك ختام جميل بكل الحب دائما. بتقول أنا عارفة وفاء